أنا مع الأستاذ علاء حجازات رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط ورئيس التحرير. قررنا معاه النهاردة عن بصفة عامة عن الصحافة تراجعها، تراجع المبيعات كمان أكتر، كمان وكالات الأنباء دلوقتي دورها قدام تحديات الوكالات الأجنبية أكتر، كمان يومنا النهاردة بنتناقش فيه أو نتحاور مع الأستاذ علاء في فيما يخص الأزمات في مصر بصفة عامة وخصوصا الأزمات الإعلامية. أستاذ علاء، إحنا سعداء بحضرتك ومتنور لنا وطني وموقعنا الإلكتروني، ونتمنى إن إحنا النهاردة نكون نجاوب على أسئلة القراء اللي جايبينها لحضرتك. بداية أستاذ علاء، اللي حاليا بيواجه الوكالات العامة، الوكالات بصفة عامة والمواقع الإلكترونية، لكن لا هي كل وكالات العالم بتواجه مشاكل ازمات ماديه، لان طبعا مع وجود المواقع ومواقع التواصل الاجتماعي والميديا بقت النهارده موجوده في كل حته، والنت اصبح النهارده طبعا في تراجع لدور وكالات الانباء، لكن الدور ده بتعوض وكالات الانباء بالمصداقيه. اهم حاجه المصداقيه، لان المواقع بتذيع اي حاجه، احنا بيطلع من عندنا الخبر الذي يحظى بالمصداقيه. حد مثل مثلا احنا كنا موجودين في الاجتماع بتاع تونس في الاحتفال بوكاله الانباء التونسيه، فكان انا ادرت دائره مائده مستديمه كان فيها رئيس الوكاله الفرنسيه، قال انه سنه 1995 في الهجمات الارهابيه اللي استهدفت باريس، مترو باريس، كانت وكالات الانباء الفرنسيه تمكنت من اذاعه 95% من الاخبار هي اللي اذاعتها، لكن في الهجمات الارهابيه التي جرت في باريس اللي هي طبعا ستاد فرانس ومولنبيك اللي هي اللي جرت في نوفمبر 2015 لم تتمكن فيها من اذاعه الا من 10% فقط من هذه الانباء، لان طبعا كانت الناس بيفتح عليها النار، بتضرب بالنار في استاد فرنسا او في المسرح، مسرح مولنبيك بالذات، او في اسمه ايه ده، في المطاعم اللي موجوده في باريس، فكان كل واحد بيمسك تليفون الحقونا، ده في ناس بيضربونا بالنار، في ناس بيموتونا، في ناس بيقتلونا، والبعض حتى قال بيقول لك ده بيقولوا مثلا بلغه عربيه بيقولوا الله اكبر او حاجه زي كده، يعني حتى كل ما حدث على ارض الواقع وذيع تم اذاعته على الهواء. فطبعا وكالات الانباء في هذا التوقيت ما كانتش موجوده جوه القاعه، انها كانت حاجه زي روك اند رول يعني. فعشان كده انا بقول ان هناك طبعا بالفعل ان دور وكالات الانباء في بس الخبر بسرعه تراجع، لكن وكالات الانباء تظل هي التي لديها المصداقية، لان في النهاية انت عايز تعرفي كعدد الموتى مين اللي فعلا هو ممكن اللي في موقع يقول اللي دخل لعمل هذه العملية شخصية غير التي قامت بالعمل، لان هي عايز يسرع في الخطة. فهي دي اهم حاجة النهاردة عندنا، حاجتين المصداقية، وبرضو حاجة تانية التنوع في الاخبار. كان عامل حاجة جديدة النهاردة، حاجة اسمها الفتاي، احنا عندنا في مصر اصبح هناك الانسان الفتاي، فالشخصية دي انا ابتدعتها، بتيجي بالكاريكاتير دي اول مرة خدمة في وكالة انباء الشرق الاوسط. الفتاي ده بقى ايه؟ في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي، في المجال الرياضي، في المجال الفني، في المجال العلمي، انت عارف احنا كل واحد عندنا في مصر بيطلع يتكلم ويفتي. فالشخصيه دي اعتقد من الحاجات اللي انا عملتها او الكاريكاتير ادخلته في الوكاله جديد، لسه في طور التجربه لكن اتمنى انه يتم بيعه. في طبعا عندنا الاس ام اس، وفي عندنا الفيديو، عملنا الفيديو استحدثناه، وفي المرحله القادمه ان شاء الله هنذيع هوا برضه في كثير من الاحداث المهمه، خاصه لو كنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في الخارج، جبنا كاميرات بس وان شاء الله قريبا تستخدم. فعايز اقول احنا بنحاول برضه وكالات الانباء ان احنا نجاري التطور العلمي الغير عادي وتطور انتشار الانترنت، سواء عن طريق بس الاخبار بشكل مباشر، عن طريق المصداقيه، عن طريق يعني او ابتكار افكار جديده في الاس ام اس وفي الانفوجراف، في حاجات كتيره جدا دلوقتي احنا بنعملها في وكالات الانباء، والمالتي ميديا دي كلها بتقدر تعوض برضو الدور تراجع دور الوكالات والتلفزيونات امام الصحافه الوطنيه، لان واحد ماشي في الشارع وجد ان هناك حادثه، ان في حادثه او اتوبيس وقع في ترعه، في حادثه داخلي صحيح في اليوب مثلا، عايزين في اليوب في ناس ماشيه في الشارع، والنهارده فيش واحد مصري معهوش تليفون بيصور ويروح مشير على الانترنت، انتهت. ولذلك انا بقول هي المصداقيه اهم حاجه، الى جانب طبعا الصرحه بعد كده، وان يكون هناك برضه انفرادات من خلال الدوله. لو كنت انا وكاله الدوله لابد من الدوله ان تعطي الوكالات الرسميه انفرادات، كما يحدث في وكاله الانباء الفرنسيه واسوشيتد بريس في امريكا ورويترز في انجلترا. دايما الوكالات القوميه اللي هي بتاعه الدوله بتحظى باخبار قبل الاخرين، دي حاجه معروفه. انا كنت مدير مكتب وكاله انباء الشرق الاوسط في باريس، كان بيطلع المتحدث او المراسل بتاع الاليزي، قصر الاليزي او قصر الرئاسه الفرنسي، يخش الاول قبل ما يجي لنا احنا الصحفيين، يدخل على وكاله الانباء الفرنسيه يديها الخبر
ورويترز وشيرت البريس هي الثلاث وكالات الغربيه الكبرى اللي موجوده في قصر الاليزيه وقصر الرئاسه في باريس، وبعد كده يطلع لنا. اما كنا بنعترض كان يقول لك والله انتوا اصلكم بتسالوا اسئله كتيره، لكن هم بياخدوا كلمتين وخلاص. العرب انتوا اغلبكم بيبقى عرب يعني بتسالوا اسئله كتيره وحاجات زي كده. فانا عايز اقول ان دايما وكاله الدوله لابد ان يتم تمييزها باعطاء الاخبار الاكسكلوسيف او الخاص. هل هذا يتم بالفعل؟ والله الوكالة بتاخد إلى حد ما، لكن طبعا النهاردة في الفترة اللي بعد ثورة يناير وتزايدت كتير جدا أعداد المواقع وخلافه، أصبح الجيش النهاردة أو الرئاسة أو الشرطة أو القضاء أصبح بيبث الخبر على الموقع بتاعه، فأصبح متاح للجميع. فما بقتش الأمور زي الأول، بياخد وكالة أنباء الشرق الأوسط، لكن هو في نهاية المطاف عشان يضمن أن هذا الخبر لا يتم اللعب فيه، لأن أنت ممكن تاخد في أي حتة الخبر ده أو البيان ويحرك، فبينزله على وكالة أنباء الشرق الأوسط. يقول اللي عايز ياخد البيان زي ما أنا عايزه خدوه من وكالة أنباء الشرق الأوسط، وكالة الدولة الرسمية. ولذلك نظل نحن المصداقية لدينا، ولذلك أن الاشتراكات بتزيد وكالة أنباء الشرق الأوسط، لأن في نهاية المطاف مهما كان عندك من أخبار أنت تريد الخبر للمصداقية، والخبر الذي يحظى بالمصداقية والصحة. في تحديات ثانية بتواجهكم؟ طبعا في تحديات بالنسبة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الدولة للأسف من أيام الإخوان تراجعت عن دعم الوكالة، وده أدى إلى أن الإخوان أغلقوا كثير من مكاتب الوكالة في الخارج خاصة في إفريقيا، وده كان بالنسبة لنا عمق في غاية الأهمية. وكانوا يعتقدون الإخوان فترة حكمهم أن وكالة الأنباء الأناضول التركية هي المتحدث الرسمي، ممكن أن تكون المتحدث الرسمي باسم مصر على أساس أنه بيتكلموا عن خلافة، فالأناضول التركية تقوم بهذا الدور في الخارج، وتكتفى وكالة أنباء الشرق الأوسط بالداخل، ولذلك أغلقوا معظم مكاتب الوكالة في إفريقيا، ودي كانت ضربة قصيمة. عشان كده برضو يمكن من الحاجات اللي ضربت فيها مصر يعني ردا على ذلك، أن قامت أثيوبيا بتغيير مجرى النيل وإقامة سد النهضة عندما كان مرسي بيشارك، مش في أثيوبيا، ما كانش بيشارك، ما كانش مدعو كرئيس جمهورية مصر، لكنه كان بيشارك في القمة الإفريقية. يعني القمة الإفريقية بتروحي كأي رئيس جمهورية وليس كضيف على دولة أثيوبيا. انتهزوا فرصة هم متواجد في إفريقيا في أثيوبيا في العاصمة الأثيوبية، وقاموا بتحويل مجرى النهر، وتم بناء جسم. طبعا لازم تحولي المجرى عشان تقدر تبني جسم السد عشان المياه بتعوق، وللاسف هو قال لهم ما حدش يذيع هذا الخبر، ففوجئ بالتلفزيون المصري اذاع ده على الهواء مباشره. في تحديات ثانيه بتواجهكم؟ يعني طبعا التحديات اللي بتواجهنا الثانيه، احنا كوكاله انباء الشرق الاوسط عدم تدعيم الدوله للوكاله منذ 2003، ما حصلش تدعيم من الدوله. دائما وكالات الانباء، يعني وكاله الانباء الفرنسيه، وانا باكد ممكن حضرتك تتاكدي، بتحصل على 150 مليون يورو في السنه دعم للوكاله. احنا ما بنحصلش على اكتر من 6 او 5 مليون دولار في السنه كل ما نعمل بيه. ده يمكن يبقى مكتب من مكاتب الاناضول مثلا بيعملوا ايه؟ هم دول 5 مليون دولار، هم اللي بيشغلوا بيه كل الوكاله في الداخل وفي الخارج وفي افريقيا وفي اوروبا وفي كل حته. للاسف الشديد قادر تتغلب على الازمات دي؟ والله بحاول بطهاره اليد، بتغيير هيكل وكاله انباء الشرق الاوسط. وكاله انباء الشرق الاوسط الهيكل الفني والاداري اكثر من الهيكل الصحفي، عندما يخرج الاداريين والفنيين الى المعاش ما بستبدلهمش باحد، بكتفي باللي موجود. وبعد كده عشان يرجع المفروض ان كل في اي وكاله عالميه او في اي وكاله لابد ان يكون هناك امام كل ثلاث صحفيين اداري وفني واحد. هنا العكس، هنا قدام كل ثلاث اداريين وفنيين صحفي واحد، فالصحفيين اقل، فلابد ان يعاد هيكله هذا المبنى. فانا بعيد هيكلته، وعندما يخرج صحفيين عن معاش عشان اعوض النقص، عملت اجريت امتحان في الجامعه الامريكيه، لانه عندما يدخل صحفي لوكاله انباء الشرق الاوسط لابد ان يجيد اما الانجليزيه اما الفرنسيه، هما اللغتين اللي بيذيعيهم الى جانب طبعا اللغه الرئيسيه اللغه العربيه، فلابد ان يكون هناك الصحفي ان يتعلم. انا عملت في الجامعه الامريكيه، خدنا 15 صحفي جديد، واعمل كمان في الجامعه الفرنسيه او 5 صحفيين، لكي يكون هناك شفافيه تامه من الجميع، ولابد ان يكون هناك من يدخل الوكاله ان يعني يجيد اللغه الاجنبيه. ودي كويس عشان نقدر نواكب على مستوى الدول. على مستوى الدول، وتبقى في نفس الوقت ما يبقاش فيه عندما يعني بيتم اجراء هذه الاختبارات في الجامعه الامريكيه والفرنسيه، ليس تقليلا من الجامعات المصريه، لكن عشان ما حدش يقول لي اصل حد عمل واسطه او حد عمل حاجه، فدي ابقى انا في السليم. عشان كده اما جبت النتيجه وفتحتها قدام كل الناس بالشمع الاحمر جاي من الجامعه الامريكيه، لم يتحدث احد عن تزوير او اي حاجه زي كده او غش.
حضرتك شايف ان في الوقت الحالي دايما يقال على ان الاخبار اللي بتتذاع او تنشر من خلال الوكالات الرسميه دي دايما بتكون اخبار على اللي هي محتاجاها الدوله، هل بالفعل الكلام ده صح وان كل وكاله ملتزمه انها تنشر الحكايه دي؟ لا، هي طبعا الحياديه مطلوبه، لكن في نهايه المطاف الوكالات الوكالات الرسميه دي وكالات الدوله وليست وكاله الحكومه. تمام. فهناك مثلا على سبيل المثال في الوضع الحالي في امن قومي مصري، هناك قرار طلع من مجلس نقابه الصحفيين بضروره اقاله وزير الداخليه وضروره، شفتي القرارات الغير مقبوله. انا طلعت في مداخله كان في صدى البلد، كان مع الاستاذ احمد موسى على ما اعتقد، قلت له في هذه المداخله يا استاذ احمد انا لن التزم بالقرار اللي اصدرته نقابة الصحفيين بإخفاء صورة وزير الداخلية أو بالإجباره على النيجاتيف، الصورة النيجاتيف، لأن دي وكالة الدولة المصرية وليست وكالة الحكومة، وأنه لابد أن يكون هناك من الوكالة احترام لمؤسسات الدولة المصرية. ده بالنسبة للوكالة كوكالة أنباء وطنية ولدت في خضم الحرب، في خضم العدوان الثلاثي على مصر. لكن أكتر من كده، أنا كرجل مصري في نهاية المطاف لابد أن أدرك أن مصر مستهدفة خارجيا وداخليا، لابد أن يكون لنا في هذه المرحلة موقف قوي مع الدولة. احنا كنا بنعاني معاناة شديدة جدا، مش عارفين نمشي في شارعنا، ولحد الآن احنا مش عايزين، وكل إنجاز بيعمله رئيس السيسي مثلا على سبيل المثال، كل إنجاز بنعمله في مصر بيواجه بإرهاب، ودي كارثة الكوارث. لذلك ان احنا لازم ندرك ان لما يكون عندك مريض، هذا المريض ودخل اوضه الانعاش، لازم الاول عشان اعيده الى من جديد، واحنا كنا في الفعل اوضه الانعاش، مصر كانت في اوضه الانعاش، لابد ان انا هذا المريض الاول اعمل له فتره نقاهه، وبعدين ادي له حقن، وبعدين اعمل له علاج طبيعي، وبعدين اقعده من شهرين كده في البيت ما يخرجش، وبعدين ابتدي امشيه بسهوله لغايه ما يخرج. يعني انا عايز اقول ان دولتنا كانت بالفعل في غرفه الانعاش في مرحله ما بعد الثوره، وخاصه جاءت الاخوان المسلمون ووقعت في هذا التوقيت. دخل، انا عايز اقول يمكن ناس، انا بسافر مع القوات المسلحه كثيرا وشفت قد ايه كم المتفجرات والاسلحه التي هربت عبر غزه الى مصر وعبر اسرائيل كمان، مش بس غزه، ان الجميع من مصلحته ان يكون هناك الفوضى الخلاقه. ولذلك انا بقول انه مهم جدا لينا في هذه المرحله، حتى لو كان هناك تجاوزات من بعض مؤسسات الدوله اللي هي مثلا كالشرطه، بالفعل قد يكون هناك متجاوزات لابد ان نتجاوز عنها لمصلحه الدوله. لان في نهايه المطاف اما ماشي حضرتك النهارده في شارع طلعت حرب ما كناش بنعرف نمشي فيه، بقينا نعرف نمشي فيه لان اصبح هناك في هيبه كبيره جدا للدوله. لكن عندما تتحدثي عن جهاز فيه 250 الف ولا 300 الف شرطي او مش عارف 250 الف جندي، حاجات زي كده، انت بتتحدثي طبعا لابد ان يكون هناك بعض الشواذ، زي ما في الصحافه في شواذ، وفي الطب في شواذ، وفي طبيب مثلا بيسيب فوطه في بطن مريض، ده اهمال غير عادي. فبرضه في المقابل في مريض، في شرطي بيبقى خارج عن الاطار، ان هم كام؟ 1% نقرأ ولا 1%. فلابد أن ندرك أن في نهاية المطاف أن هناك بعض الأشخاص بيكونوا خارجين عن المألوف بيعاقبوا، وفي قانون جديد أعتقد هيصدر للشرطة برضو هيعاقب المخالفين جديد. وبرضو احنا عايزين نقول احنا طلعنا من مرحلة حرجة، من مرحلة في منتهى الخطورة، ففي هناك كان تجاوزات وحصل طبعا. برضو عايزين نعرف أن هناك جرائم كبير للمخدرات، تجار المخدرات واللصوص وتجار وسرقة المنازل والخطوط الموبايل اللي كانت بتباع بدون اسماء او بدون بطاقات، وكان ياخدوها يخطفوا واحد ويسوموه على ابنه، او انهم يسرقوا سيارات تاكسي ويبقى عليه قسط يقول له اديني 25000 جنيه عشان ارجع لك التاكسي، هو اصلا مش قادر يدفع القسط او عنده التزامات. فانا عايز اقول الوضع تغير تماما. انا بمشي النهارده اروح اسكندريه، اروح اي حته، انا كنت عايز ان العفش كده في الساحل الشمالي من سنتين، الراجل قال لي انت عايزني اودي لك اخد منك 1000 جنيه نقله واضيع عربيه ثمنها 180000 جنيه؟ لا طبعا مش هنقل لك. انا عايز اقول ان رجع الامن والامان ده كله طبعا الشرطه والداخليه، لكن لو في تجاوزات لابد ان نتجاوز عنها في هذه المرحله حتى تقف مصر على رجليها. الجديد بقى في وكاله الامن شايف ايه الجديد اللي حضرتك ممكن هيتم او انت فكر حضرتك الفتره الجايه بالنسبه للوكاله؟ الفتره الجايه هو التوسع في الاس ام اس في الداخل والخارج. انا بدات عملت تعاقدات مع السودان ومع الاردن، يبقى عندنا لاول مره الاس ام اس اللي بتدي رسائل قصيره الى المصريين بالذات والعرب طبعا، لكن المصريين في الدول العربيه دي اول بداياتنا. في برضو حاجه اسمها الانفوجراف، ده اللي هو عباره عن ده برضو بنعمله حقيقه، هنبدا فيه ان شاء الله في يونيو. ده عملنا الكاريكاتير الجديد ده ان شاء الله، وهنعمله كمان اس ام اس مرسوم، يعني يبقى الكاريكاتير ينزل على التليفون مرسوم. وعملنا الموبايل ابلكيشن برضو لوكاله انباء الشرق الاوسط، قسم الفيديو، وبعدين البث المباشر خاصة فيما يتعلق بالفعاليات بتاعة الدولة اللي على الهواء ان شاء الله. طب حضرتك شايف حاجة صغيرة اللي هي ان احنا حاجة صغيرة بس، حضرتك شايف بالفعل في الوقت الحالي شايف ان في حاجة في الوكالة المفترض انها تتغير ولازم تتغير؟
طبعا يعني عايز اقول انه من الحاجات اللي هي بتعوق في الوكاله ان كثير من الصحفيين وكاله الانباء الشرق الاوسط هم متميزون جدا فبيعملوا في كثير من القنوات الفضائيه وبيعملوا في كثير من البرامج وبيعملوا في كثير من المواقع وكثير من الصحف وفي كثير من الاماكن الاعلاميه والثقافيه فده بيؤدي الى اهدار طبعا جهودهم وانا مش قادر اتخذ قرار بمنع الناس ان الشباب خاصه او حتى الكبار ان هم يعملوا في مكانين لان طبعا الحياه تكاليف مرتفعه والرواتب ليست على المستوى المطلوب والنهارده الصحفي عشان يظهر بالمستوى المطلوب زي ما انت عارفه بيدخل اولاده مدارس اجنبيه النهارده بقت غاليه جدا الدروس الخصوصيه اعباء الحياه هي دي المشكله فالصحفي في كتير منهم بيجي طبعا الوكاله بيبقى طبعا يعني مستنفذ الى حد كبير لكن انا باخد برضو ان هو بيأدي ما عليه بيأدي ما عليه لكن برضو غصب عنه مش عارف في مكانين بيكون مجهود ومستنفذ الى اقوله بشكل كبير لكن حضرتك شايف ان في تاني حاجه تاني حضرتك ليك رؤيه في تطويرها في الوكاله بحيث ان تواكب حاجات معينه تواكب طبعا الجانب الاقتصادي ده مهم جدا انا بفكر اعمل مركز تحليل اقتصادي ومالي وخدت الموافقه مع الدكتور احمد درويش وكاله انباء الشرق الاوسط خدت مكتبها في مصر هنا اعطت مكتب لدكتور احمد درويش اللي هو رئيس محور تنميه قناه السويس وهو رجل من افضل من يعمل في مجال الاي تي في العالم وهو رجل الاتصالات من الطراز الاول وكان صاحب فكره الحكومه الالكترونيه حضرتك فاكره ايام احمد نظيف فهو خد المكتب بتاعه تحت لو دخلتي هتلاقيه في وكاله انباء الشرق الاوسط هنعمل مركز تحليل مالي اقتصادي في على محور قناه السويس ان شاء الله سيضم كل وكالات الانباء العربيه ووكالات البحر المتوسط اللي هي بتضم كل دول البحر المتوسط منها الفرنسيه والايطاليه والاسبانيه والاردنيه والجزائريه وكل اللي جانب وكاله الانباء العربيه والافريقيه ان شاء الله على محور قناه السويس. يعني ممكن نقول في كده ان بالفعل وكاله انباء الشرق الاوسط بصدد معاه والوكالات الاجنبيه نقول في سايرين في خط واحد ولا نقول لا لحد ما لا مش في خط واحد في الجانب المالي طبعا الوكالات الاجنبيه ليها اهدافها في الجانب المهني والتقني المهني طبعا والتقني ده مهم جدا واحنا زي ما حضرتك شايفه في الوكاله احنا عندنا كل الكمبيوترايز كل الكمبيوترات والنهارده كله في ثواني واحد بنزيع هواء النهارده طبعا التقدم التكنولوجي بقى في الوكاله هايل ما عندناش اي تاخر في هذا المجال وعندنا برضو مركز تدريب فوق في الدور ال 11 حضرتك لو تبي تشوفيه برضو هذا المركز التدريب دور العاشر دور التدريب ده بيقوم بدور كبير جدا في تدريب الافارقه والعرب والاخوه العرب الى جانب المصريين في مصر يعني احنا الوكاله مش بتقوم بس الاخبار الى لا ليها جانب تدريبي طبعا مهم جدا واهم من الموارد المهمه لوكاله انباء الشرق الاوسط يمكن الطلبه اغلبهم كمان بيقولنا في اجازه نص السنه وفي الصيف بيبقوا اعداء هائله هنا في الوكاله لان طبعا بيكون في الاجازات فبندربهم فيما يتعلق بتحليل الاخبار والترجمه والمالتي ميديا وكل ما تقدمه الوكاله والفيديو وكل ما تقدمه الوكاله من خدمات. لو قلنا بقى ونرجع لازمات الصحف حضرتك شايف في تراجع بالفعل في مجال الصحف؟ بالقطع طبعا في تراجع خاصه بعد الازمه الاخيره دي وشفنا الاستاذ سيد هلال رئيس القوميه هو المسؤول عن توزيع الصحف اكد ان في هناك تراجع ما بين 25 30% بعد الازمه بتاعه النقابه ودي تعكس قد ايه ان الشعب المصري عندما يجد ان هناك يعني جانب من اعضاء نقابه الصحفيين بيهاجموا وكاله بيهاجموا الدوله المصريه اللي هي في حاجه ان تساند في هذا التوقيت بالذات زي ما قلت لما يكون الانسان مريض اما يكون ابويا مريض او امي مريضه يا امي مريضه بعمل فيها ايه؟ ولا امي اعملي لي اكل؟ لا طبعا ولا الاول بعالجها عشان بعد كده تعمل لي اكل يعني. فمصر بتدينا اكل حتى وهي عيانه يعني عايز اقول فانا بقول ان احنا بس ننتظر حتى تشفو مصر مما كانت فيه مصر كانت بتقسم وبتدمر وبتسقط وزي احنا شفنا دول جندنا مش بس كان شوف الاتحاد السوفيتي السابق عملوا فيه ايه؟ الاتحاد السوفيتي السابق وهو دوله مسيحيه مش هقول لك حتى دوله مثلا اسلاميه ولا حاجه دوله مسيحيه لكن ارادوا تدميره وبالفعل تمكنوا من تقسيمه خاصه ان روسيا يمكن تعتبر يمكن دوله مسيحيه ارثوذكسيه متمسكه بالديانه المسيحيه انا لما رحت روسيا الدوله الوحيده شفت فيها كنائس شفت فيها ناس بتصلي في الكنائس يعني فالعمليه ليست عمليه اسلام ومسيحيه وخلافه هي عمليه مصالح هم عندهم مصالح بيدمروا روسيا المسيحيه او العراق الاسلاميه الشيعيه هم بيدمروا لكي تفتيت وحصل في يوغوسلافيا السابقه كمان. لو قلنا بقى في برضه دلوقتي في بالفعل تاكل في الجرايد الورقيه مقابل تنمي المواقع الالكترونيه. طبعا. طيب هل في دي حل او ممكن نلاقي مثلا على الموقع الالكتروني ممكن تعمليه وعلى الصحف الورقيه ممكن تعمليه؟ يعني هي الصحف الورقيه تراجعت ده في صحف عظمى تراجعت زي ده دي فرانس وار في فرنسا مثلا اختفت تماما يعني بتتكلم عن اكبر كانت اكبر صحيفه كانت الوحيده اللي كانت وزعت مره مليون وي ايام شارل دوغول يعني لما كان
عندما استقال تشارلي دي جول سنه 68. فانا عايز اقول لك انه صحف امريكيه وبريطانيه اختفت من الوجود الصحف الورقيه، لانه طبعا ساعدتك على معاكي الموبايل بتقري كل حاجه على الصحف الورقيه، حتى اللي بتتميز بيه الصحف وهي الراي اللي هي مقالات الراي بتلاقيها بعد فتره قصيره جدا، بعد ربع ساعه على المواقع كلها. فحتى دي اللي انت بتشتريها، يعني مثلا احرص مثلا اقرا صحفي معين او بيعجبني في جورنال، ولا اجد انه بيتاخد على الواتس، بتتاخد بتبقى تلاقيها على التليفون وانتهت الليله. فالامور طبعا الصحف بتواجه مشكله كبيره جدا، خاصه لو تشوفي حتى مثلا في الرياضه، ناس بتتابع رياضه كتير في مصر، يتابع لكل الاراء امبارح بالليل، يجي تاني صبح في الجورنال يقول مكتوب هو اللي قراه بالليل، فطبعا بالنسبه له بتبقى مشكله كبيره جدا. برضو التلفزيونات الفضائيه بقت على الهواء بطريقه غير طبيعيه، اعطت كل الاخبار، فالناس ما بقاش عندها وقت تقرا، وقالت كل حاجه فانتهت الليله. طب يعني في كده يبقى المفترض ايه لهم على المواقع الالكترونيه انها تقوم بيه في وقت الحاجه؟ لا، المواقع الالكترونيه على اساس ان هي كده اللي هتكون بديل الورقي. ما طبعا حتى الصحف الورقيه لديها مواقع الكترونيه، فهي ادركت ان الورق بيتراجع فاقامت صحف ورقيه. هيبقى اللي هيبقى هو المصداقيه والمهنيه في الاداء، لكن في نهايه المطاف القارئ اللي هو 90 مليون بقى 90 مليون ما يهمهمش المهنيه قوي، هم يهموا اخبار، حتى لو الخبر ده غلط فهو بالنسبه له سمع خبر وخلاص. يعني لو قال مثلا سمع مثلا خلينا في وفاه فنان شهير وطلع هذا الفنان الشهير ما ماتش، يقول لك الله ده في موقع الله ده بيقولوا ما ماتش، انتهت. لكن لو كانت انباء الشرق الاوسط قالت انه مات وطلع ما ماتش، هتبقى ايه؟ كارثه طبعا. لكن هو بالنسبه له الناس كلها شافته ودخلت شافت مشاهدات، وانت عندك خبر هذه المعلومه لكنها غير مؤكده، مش تقوليها غير لما تتاكدي من صحتها. ان هم ياما موتوا فنانين كبار زي عادل امام وزي فاتن حمامه، المرحومه حمامه، وكثير منهم. فهي المشكله ان المواقع بتدي اي خبر عايزه تقوله عندها ترافيك عالي جدا، وما بيهمهاش في التكذيب، مصداقيه والتكذيب، وبتكذب ما يهمهاش. والمواطن العادي اللي بيقراه ما يهموش، يقول لك ده غلط، والله غلط، لكن بكره يموت مثلا يعني. مش لكن انا لو عملتها انا تبقى كارثه الكوارث. يعني نقول على المواقع الالكترونيه كي تنافس في الوقت الحالي لابد من المصداقيه. من المصداقيه طبعا، خاصه اعتقد على القانون الجديد ده، اعتقد قانون الصحافه الجديد والنشر ده، اعتقد سيكون قانون يعني في غلظه في مواجهه الخارجين، لان انا ما ينفعش ان انت تفضلي طول النهار تقولي اخبار وشائعات وتروجي هذه الشائعات ولا تكون شائع ولا تكون اخبار صحيحه. المفترض يكون في قانون يحكم كل ده؟ طبعا لابد. بس احنا عندنا تراكم وتلال من القوانين لكن لم تفعل. لا، بس لابد ان تفعلها بقى، ويكون هناك اجراءات صارمه في التنفيذ. طبعا التنفيذ ده مهم جدا، بس ما عندناش لسه حاجات كثيره جدا في القانون. يعني هديكي مثل، في واحد مثلا ممكن يصور واحده وينزلها على الفيسبوك على النت، فهل من حقه ان هو يصور بنت ماشيه مثلا؟ افرضي انا بكلمك وخليتهم يصوروك، يقول لك الحق على مثلا قاعد مع الصحفيه. يعني عايز اقول لحضرتك ان الكلام ده كله ممكن يحدث، ومفيش اي عقوبه تعاقبوا على هذا الاداء، فلابد ان يكون هناك غلظه في هذا الاداء. تمام. لو جينا للاهم دلوقتي في الوقت الحالي اللي احنا فيه، واللي احنا بنشوف بيع القنوات يعني اون تي في وضم قنوات سي بي سي، فعايزه اسالك هل شايف دور الاداء الاعلامي، يعني هل ده نموذج مثلا ان في تراجع شويه عن الدور الاعلامي، ولا ده امور عاديه؟ والله انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني لو مسكنا الاعلانات هتلاقي دخل الاعلانات اقل كثير جدا من ان هي تصرف على قناه التلفزيون. يعني نقول الجانب الاقتصادي. الجانب الاقتصادي، فهتلاقي ممكن رجل اعمال يصرف مثلا 300 مليون جنيه على القناه في السنه. تمام. وهي بتدخله 50 مليون جنيه، 250 مليون جنيه فارق. فطبعا الناس هتتساءل، طب الفرق ده بيجي من فين؟ فاعتقد انه في بعضهم بيتحمل، بس لازم يكون عنده يعني مسنود ماليا جامد جدا، وبعضهم ما عندوش. لكن اعتقد النهارده مع السيطرة على منابع التكفيف، منابع الإرهاب، وكبروش هم ما إرهابين، لكن بقول النهاردة بدأت الدولة تعرف الفلوس دي كلها جاية منين وتتصرف فين، فأعتقد إن البعض هيبدأ يعني ياخد حرصه شد في الأول. شد بالنسبة للتمويل، طب أنت بتمول ليه مثلا؟ جبت فين 300 مليون جنيه؟ جبتهم من فين؟ طب ما تدفع عليهم ضرايب. أنت بتدفع 300 مليون جنيه
في قناه تلفزيونيه بتخسر منها بتجيب 100 وبتخسر 200، طب ما ال 200 دول ما تدفع منهم ضرائب يعني. ده المفروض. فالنهارده الامور اعتقد هتبقى فيها محاسبه اكبر، الى جانب طبعا انه الامور لا تصلح دلوقتي ان واحد يقعد قدام مثلا التوك شو بتقعد تتكلم 5 ساعات قدام التلفزيون. انا نفسي غصب عني عشان اقدر املى 5 ساعات حتى لو كنت انا رجل مثقف لابد ان يكون هناك قضايا مثيره للجدل، اتكلم بقى عن الشذوذ الجنسي، واتكلم عن واحده اتخانقت مع جوزها، واحده استقطب الناس. استقطب الناس، ما انا هستقطب الناس ازاي؟ مش هفضل اتكلم في الثقافه خلاص مش عارف. لكن لما اتكلم بقى في الشذوذ وفي العلاقات الزوجيه وفي الخناقات واجيب زوجه وزوجها ضربوا بعض وهما الاثنين جابت صاحبها تحت السرير وهو مش موجود، هقعد انا مستعد اتفرج عليه 10 ساعات ناس وحاسه الكلام طبعا. طب نقول عشان نرجع لعلامة دور او الدور الريادي لتوعية الاكتر للمشاهد، المفترض يبقى يتم ايه؟ نعم طبعا يتم لابد ان يكون هناك ان يكون في روح وطنية لدى الاعلاميين، ويدرك انه حتى لو كان هناك خبر يثير الاهتمام لكنه في نهاية المطاف بيثير اما التوتر اما عدم الامن اما بيثير ان البلد كلها بقت بايظة. احنا عندنا للاسف شديد كلمة يقول لك الله بص مثلا واحدة مسكوها مثلا مع واحد، اصل البلد كلها، وده مش مظبوط. مصر دولة كمسلمين ومسيحيين احنا محافظين في نهاية المطاف يعني. ده يحضرني بالسؤال اللي هيجي لحضرتك او اتفضل لا اتفضلي ان احنا للاسف دلوقتي بتهمم فكرة المسلسلات والافلام على تصوير الناس ان مثلا كلهم قتلة كلهم سفاحين كل البنات والستات، بس مش هي دي مصر على الاطلاق طبعا. مش هي دي مصر. في اللحظه دي ما بتتمش التفكير ان احنا لا، ما هو الاعلان ده صوره مصر صحيح، ليه احنا ما بنرجعش الصوره دي اصلا؟ ما هو ده المفروض يحصل. لابد ان يكون زي ما قلنا يكون في قوانين، لابد ان يكون هناك برضه لدى الفنانين والفنانات والمخرجين وخلافه ليكون لهم هدف ثاني غير المكسب. ما ينفعش دور السينما والقنوات التلفزيونيه والمسلسلات دور تثقيفي من الطراز الاول. شفنا كل الافلام زمان كانت كلها بتدعو الى يمكن افلام وطنيه وافلام فكاهيه، وكانت حتى قائمة في ذلك الوقت على كوميديا المواقف. كوميديا المواقف النهاردة أصبحت للأسف حتى الكوميديا أصبحت قائمة على المزايات. أنا شفت من كام يوم مسرحية كده، لقيت واحد رفيع بيضحك عمال يتريق على واحدة سمينة تخينة يعني. يعني لو شافوا الافلام بتاعت زمان هيلاقوا اغلبها كانت مواقف، حاجات موقف بيؤدي الى الضحك، زي مثلا ده حتى في الاربعينات ايام نجيب الريحاني لما كان دخل لقى كل الناس لابسه شيك بتاع الكلب فلقى الجنايني فاتكلم معاه. يعني عايز اقول في مواقف، بس عشان توصلي لده لازم يكون عندك كتبه كويسين، يكون في افكار جيده. للاسف ده ناقص مصر دلوقتي، او على الاقل عارفين ان ده ما بيجيبش فلوس والمنتجين عايزين ما ياتي لهم المال. كل الاعلانات ودرجة الصحف دلوقتي عن المبيعات، ازاي تحل ازمات الصحف دلوقتي؟ بصي ده طبيعي بالنسبه للتراجع الاعلانات، اللي الدوله كانت طالعه من مرحله صعبه فتراجعت طبعا بفعل الدوله، تراجع المصانع كثير اغلقت، وكثير من القنوات من المنتجات اللي كانت بتعلن مكان ما بتبيعش بنفس القدر ما بيبيعش فيه اعلانات، فتراجع الاعلانات ادى طبعا الى تراجع الصحف. لكن انا تقديري مع مصر مع المشروعات الكبرى اللي احنا بنعملها مع تزايد مع عوده الثقه واكتشافات البتروليه وزرع مصنع زرع في مصر وصنع في مصر، اعتقد انه في المرحله القادمه انا بقول ان مصر خلال 5 سنين لو مشي عبد الفتاح السيسي بنفس الفكر بتاعه اللي هو ان يجعل المصريون يصنعون ويزرعون، اعتقد ان هيكون هناك يعني ان شاء الله فكر جميل جدا، وهيكون هناك تطور كثير جدا في تطور كبير في الاقتصاد. وعندما يتطور الاقتصاد لابد ان يؤدي ذلك الى تطور الاعلانات. لكن برضه انت لو مشيتي على كوبري اكتوبر ولو مشيتي في القاهره، القاهره منوره بالليل من كتر الاعلانات. يعني عايز اقول دي مش ممكن تكون دوله فقيره. امشي في الشارع كده وشوفي هتلاقي ان العربيات والاعلانات في كل حته. يمكن اختي بتيجي من كندا بتقولي والله انا بخاف لما اجي مصر بتصرف اكتر مننا في كندا. بس بتسحب البصوات الاعلانات الطرق واعلانات الكبائر والاعلانات بصفه عامه اللي بالنوع ده او اللي هي بتجينا في منشوره، هي بتسحب البصوات من الاعلانات بتاعت الصحف. مليون المية كتير جدا من الصحف بتعينا، كان زمان هو الصحف الورقيه هي اللي بتاخد كل حاجه. طبعا النهارده الاعلانات بس عايز اقول ان جزء من الاعلانات او الدور زي الصحف بتمتلك، يمكن اغربوا لوروا الجمهوريه لديهم بعض البانوهات اللي موجوده في الشوارع. تمام، يعني نقول ان الصحف المفترض ان هي تفكر وتتجه للاتجاه ده بجانب. وانا كنت مقدم مشروع عشان اعمل شركه خاصه ان شاء الله عشان اقدر اخد برضه في الشوارع او دورز احط الحاجات اللي بفكر فيها طبعا، بس لسه مش واخد هذه الليسانس يعني اللي هي الرخصه ان انا اقدر احط اخبار وكاله انباء الشرق الاوسط على شاشات وبعدين احط الاعلان. يبقى انا عندي اعلان وبدي
تجمع الاخبار بتاعتي دي ان شاء الله فقدك ربنا يسهل وناخدها ان شاء الله. ان شاء الله. لو اتكلمنا عن الازمه بصفه عامه بتاعت اللي احنا جينا حضرنا النهارده اليوم اللي جبهه تسعير المصارف. لا مش جبهه تسعير، هي دي الاسره اللي جبهه تسعير المصارف ده جزء من الصحفيين. لو قلنا احنا بسرعه جت على قال لنا على التليفونات على السريع ان يعني في البعض اللي قال هو ده الاجتماع هو ده كم واحد حضره. طبعا احنا المفترض ان احنا الاجتماعات دي لحل الازمه بدون اي خسائر. لا كانت حضروا، هي النهارده اصل الخميس في كثير جدا من الزملاء، كان في النهارده اعتقد حاجات مع الجيش كان موجوده، وفي زملاء سافروا اعتقد في مؤتمر مش عارف، النهارده الخميس كثير من الناس عايزين ينتهزوا الفرصه ويسافروا في اجازات قبل دخول رمضان يعني. هي بس دي الظروف يوم الخميس يمكن الاول، لكن اضطريت ان اجل مره واثنين وثلاثه، ده برده كان اول يوم في حجد، تاني مره حجد، ثالث مره يعني هم قل شويه هذا الحجد بسبب التاجيل، وان التاجيل ده كان غصب عني، كان خارج عن ارادتي، لان انا كنت كنا بنروح مع الرئيس عبد الفتاح السيسي علشان خاطر نتابع المشروعات القوميه، فما اعتقدش ان انا ممكن اعمل مؤتمر وهو بيفتتح مثلا بيحصد حصاد 30,000 فدان قمح، مفيش رئيس جمهوريه في مصر هيزرع قمح، لانه لو زرع قمح امريكا مش هتخليه قاعد في مكانه، احنا اول مره بنزرع قمح. ودي حاجه كويسه. حضرتك طيب يعني نقول على الازمه بصفه عامه، لو قلنا ازمه الصحافه بصفه يعني عامه رؤيتك ليها؟ اللي ازمه الصحفيين المره دي انا تقديري ان مجلس تخطي الصحفيين بيشتغل فعلا سياسه اكتر من كونه بيشتغل خدمي واقتصادي للصحفيين. انا قلت زي ما انا قلت فوق ان انا كنت سافرت واتدربت في فرنسا من بفضل نقابه الصحفيين، في كثير من الصحفيين حصلوا على برضو سيارات وعلى شقق، خاصه ان هناك كثير من الشباب الصحفيين بياخد 500 جنيه، بتعب 500 جنيه توصل بعد 10 سنين مثلا ل 1500 جنيه، ونفاجئ بقى ان 1500 جنيه مش عارف بيدفعهم ايجار شقه، ايجار جديد، مع ان الدوله بتعمل 600,000 شقه. هل معقول 600,000 شقه والشباب ما عندوش شقق من الدوله يعني او بتسهيلات يعني؟ فطبعا هي النقابه للاسف ما فيش، القيادات بتاعتها ما عندهاش علاقه جيده مع الدوله كانت تستطيع ان تحصل على امتيازات الصحفيين. حضرتك من خلال وجود حضرتك مع الرئيس وانجازاته، حضرتك شايف في الوقت الحالي على الشعب اللي مفترض ان هو يقوم بدور تجاه الرئيس السيسي؟ بصي، التقدم في كل دول العالم اراده مشتركه بين الدوله وبين الشعب، او بين الرئيس وبين الشعب. لو الاراده دي مش متواجده، لو موجوده لدى الرئيس مش موجوده لدى الشعب، هتبقى مشكله. بس على الرئيس، عشان كده لما بيلاقي شعب ليس له اراده في التقدم، اراده التقدم دي مهمه جدا للشعوب، عليه ان يعني يكون هناك حزم ويكون هناك سلطه الدوله تفرضها بقوه الى ان يتبين للشعب انه ما يقوم به غلط. ده حصل في سنغافوره، بدا الرئيس وزراء سنغافوره في التوقيت في نهايه الخمسينات بالنهوض بسنغافوره، وعمل نفس اللي عمله الرئيس دلوقتي عشان يحول سنغافوره الى ميناء اعلامي تستطيع منه سنغافوره ان تكون دوله نمر اقتصادي. وقفوا ضده ووجه بانتقادات حاده، ووجه بمظاهرات، ووجه بتدفيه وتحقير ما يقوم به، لكن تمكن انه يفرض ثوره الدوله عليهم من خلال الجيش والشرطه، وتمكن من تحويل ميناء سنغافوره الى دوله متحركه، واحده من اهم مراكز المال والاعمال في العالم، وميناء من اهم الموانئ العالم، دخله 300 مليار دولار تقريبا في السنه، بعد ما كان دخل كل سنغافوره نص مليار دولار في الخمسينات. خليت تواجدك مع الرئيس في حاجه توصل له رساله معينه مثلا؟ عايز اقول له في مشكله كبيره جدا، وهي ان في هناك احباط يعني، في دايما المخابرات تقول لك عندما يكون هناك رئيس وطني او رئيس بيقوم بانجازات، واحنا عايزين هذا الرئيس لا يقوم بهذه الانجازات، علينا باحباطه، دايما نقلل من الانجازات ونشيع. كان الاول بيقول ما فيش رئيس جمهوريه مصر يستطيع ان يزرع القمح لان امريكا مش هتسمح له بكده، بنزرع قمح. ما فيش رئيس جمهوريه مصر يستطيع ان يدخل المجال النووي لان المجال النووي يخيف اسرائيل، من الاربعينات قتلت مصطفى مشرفه وسميره موسى علامه الذره، وبعد ذلك المشد، وخدي سلسله كبيره جدا. النهارده عندك 270 شاب وعالم مصري وفني وفي المجال النووي بيتعلموا في روسيا النهارده، وهيبقوا علماء في مجال النووي. فالراجل ده بيعمل لنا نووي، بيعمل لنا قمح، نعمل ايه؟
نهبط عايزين تقول للشعب ايه يعني قمح بعد ما كان القمح ده اللي هو ما بيقول ما بيزرعوش قمح عشان امريكا مش عايزة يزرع قمح لمبارك وهيخلي ابنه ميبقاش رئيس جمهوريه. فدايما تقللي من شانه من شان الانجازات. فانا بقول له خليك ماشي في طريقك الجيش في ايدك اليمين ان شاء الله هتوصل والشعب معاك. طيب نقول لحضرتك في النهايه عايزين يعني نعرف حضرتك للقرار او للمشاهد المقطع الالكتروني في سطور بقى من تدرجك الوظيفي حتى وصلت. انا علاء حيدر رئيس تحرير ورئيس وكاله انباء الشرق الاوسط. بدات الوكاله صحفي في قسم الترجمه الفرنسي 1984 ثم بعد ذلك عينت لاول مره مديرا لمكتب وكاله انباء الشرق الاوسط في السنغال في افريقيا وكان اول مره افتح انا هذا المكتب وتم فتحه للاسف اغلقوه بعد ذلك الاخوان المسلمون. وبعد ذلك رجعت هنا في الوكاله كنت في القسم الفرنسي من جديد قسم الترجمه وبعدين ذهبت الى باريس كمدير مكتب وكاله انباء في باريس وعدت للوكاله بقيت نائب مدير تحرير ثم مدير تحرير ثم رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير. استاذ علاء احنا يعني تعبنا حضرتك تشرفنا بيك الموقع الالكتروني بتاعنا تشرف بحضرتك وبحوارنا معاك ونتمنى لحضرتك مزيد يا رب كده من النجاح ونفسي وشكرا مره ثانيه.